مرحبا، أنا كريستال أم لطالبتين بمدرسة النسيم يلي هني كريستالي بالجريد 4S وكاثرين بكي جي 2S. أنا من الأهالي اللي ولادهم بالنسيم لأكثر من 6 سنين وإن شاء الله بيضلوا الأولاد لحتى ما يتخرجوا. بس رح أقول لكم إنه أنا بهيدي المدرسة لقيت كل الدعم والسبورت، إن كان من ناحية الستودنتس ومن ناحية البارنتس أو من ناحية الإدارة والمعلمين. ولا مرة حسيت حالي إلا ما بنتمي لهيدي الكوميونيتي، وولادي جدا مرتاحين، وبشجع كل الاهالي اللي حابين يتعرفوا اكثر على الكوميونتي البحرينيه باحسن الطرق، مدرسه النسيم هي المكان الصح. واليوم نحن عندنا 3-way conference لانه دائما المدرسه بتشجع على التواصل بين البارنتس والمعلمين. بهيدا الميتنج اليوم بنقدر نتعرف عن قرب كيف بيكون مستوى الطالب وكيف بالبيت بيقدر الاهل يساعدوا، طبعا مع المساعده الكبيره يلي هي من صوب الاداره ومن صوب المعلمين. وشكرا كثير لمدرسه النسيم. ثانك يو. So thank you Nasim School for arranging the 3-way conference. It is very informative, very helpful for the parents. Really appreciate the arrangement and would like to thank the management and the teachers for all the effort they're providing in supporting our kids. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت اليوم إلى المدرسة من أجل اللقاءات الثلاثية. طبعاً هذه فرصة وايد مفيدة على أساس نشوف مستوى الطالب السلوكي، مستوى الأكاديمي، وكانت فعلاً لقاءات مثمرة ومفيدة. ومن جانبي يعني أحب أشكر المدرسة على الجهود الجبارة، سواء طاقم التدريس أو الإدارة، على الجهود الجبارة اللي يسوونها من أجل تطوير مستوى الطلبة. وكان جدا اللقاء مثمر، وحابة أشكر المدرسة على هذا الشيء. أنا أم الطالبة آلاء والطالب يحيى، سعيدة جدا باللقاء الثلاثي الذي نظمته مدرسة النسيم اليوم، حيث أتاح لنا فرصة للتواصل مع هيئة التدريس والإدارة. نشكر مدرسة النسيم على مجهوداتها ومزيدا من التقدم.